صباح الخير، واليوم 31 آذار 2022، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو مضطر لمراقبة كل الأجواء يلي عم تحصل بداخل محيطك المهني قبل ما تعطي لنفسك كامل الحق بالمطالبة بتعديل بعض الإجراءات المرتبطة بشروطك المالية. عاطفيا، التزامك بدعم الشريك بهذا الوقت الحساس أصبح عم بيعرضك لحالات شعورية صعبة، وخصوصا أنك ابتديت تحس بأنه مشاعره تجاهك أصبحت بعيدة عن اهتماماته فيك. مولود برج الثور، توقيت البدء بنشاط عمل جديد أصبح على البواب، وبرسم أكثر من علامة استفهام حول نتائجه المالية، ولا يبدو أنه هيدي الخطوة رح تقرر مصير مستقبلك المهني على المدى البعيد. عاطفيا، التراكمات العاطفية اللي تحملتها من الشريك كانت السبب المباشر بردة فعلك تجاهه، إلى جانب الخطر المعنوي اللي كان عم بيحاصر علاقتك معه. مولود الجوزاء، رح تتحرك على تنويع أعمالك بدل من الاعتماد على الوظيفة التقليدية، وبما يتماشى مع الواقع الحالي اللي عم بتعيشه حاليا، وتبدو جاهز للتفاعل مع التفاصيل المرتبطة فيها تحديدا. عاطفيا، قرار عاطفي جديد رح يمكنك من وضع حد فعلي لكل الظروف المشكوك فيها، إلى جانب تركيزك على متابعة بعض الأوراق الضرورية. مولود برج السرطان، رح تتجاوز الخطر المهني اللي كنت متخوف منه طول الفترة الماضية، ومع ذلك لا يبدو أنك بمأمن عن الخليط من الأمور والأحداث المتقلبة اللي ممكن تفاجئك بأي لحظة. عاطفيا، رح توضح مقصدك للشريك ورح تثبت له بأنك كنت ضحية هيدا الواقع العاطفي، ولا يبدو الأمر صعب بالنسبة لك طالما أنك أصبحت على مسافة قريبة من هيدا الأجواء. مولود الأسد، رح يتكرر موقف حصل بينك وبين أحد الزملاء في العمل، ولا تبدو ردة فعلك تجاهه هيدي المرة بتستحق التسامح أو تجاهل الأمر على حساب كبريائك المهني أبدا. عاطفيا، ذكائك العاطفي رح يعلمك كيف تحتوي صدمة الموقف يلي عشته مع الشريك، وكأنه علاقتك معه أصبحت محصورة بعنوان واحد ما في غيره. مولود برج العذراء، تبدو معني فعليا بكل التغييرات يلي عم تحصل بداخل محيط عملك الحالي، والفرص تبدو مناسبة لإثبات وجودك المهني بشكل رسمي أكثر. عاطفيا، اعتراضك على تصرفات الشريك لا يبدو منصف بحق وأبدا، وخصوصا أنه المقصود منها يعتبر مختلف تماما عن التخمينات الوهمية اللي عم بتدور براسك. مولود برج الميزان، رح تتغير أحوالك المهنية بمجرد ما تجتهد على تفعيل نشاط عمل كانت وقف من فترة بحكم الظروف الصعبة اللي تسببت بهيدا الحال، وتبدو متفائل بتحريك هيدا الخطوة. عاطفيا، لا يبدو أنك قادر على ضبط الإيقاع العاطفي اللي عم بتعيشه مع الشريك، ولا قادر على تلطيف الأجواء المتشنجة بينك وبينه بالشكل اللازم أو بالشكل يلي عم تتمناه معه. مولود العقرب، موقفك المهني مازال على حاله، ولا يبدو أنك مطمئن للنتائج القادمة فيما لو استمر الوضع على حاله بهذا الجو الحذر يلي عم بتعيشه بالوقت الراهن مع محيط عملك الحالي. عاطفيا، لتبدو فرضية تحميل الشريك مسؤولية الجفا العاطفي الموجود بيناتكم ممكن يغير من النتيجة بينك وبينه نحو الأفضل، وخصوصا أنه مشاعر كل واحد فيكم أصبحت غايبة تماما عن بعضها البعض. مولود القوس، قرارك بتغيير وظيفتك الحالية أو الانتقال لمجال عمل جديد، أو بمعنى أصح خطوة البدء بمشروعك الخاص، ممكن يعطيك الجواب الكافي يلي عم تستناه حاليا. عاطفيا، تبدو ذكي جدا في إجبار الشريك على التحسب من خطوة الأزمة العاطفية اللي عم بتعيشها معه، وبهيدي الحالة رح تعرف كيف تحدد موقعك عنده بالشكل اللازم. مولود برج الجدي، رح تعيد النظر بوضعك المهني من باب السيطرة على الانفلات المالي اللي أصبح عم بشكل خطر واضح على استقرارك المعنوي تحديدا، بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. عاطفيا، رح ترضي الشريك باهتمام إضافي، وكأنه هالاهتمام هيدا رح يوصلك لمطارح أو لأجوبة كنت عم تتمناها أو حتى حابب توصل لها. مولود برج الدلو، كأنك عم بتحضر حالك لبداية مهنية جديدة أو انطلاقة أفضل تسهل عليك عملية البدء بفرصة عمل جديدة. عاطفيا، وقت الزعل والدلع قرب ينتهي ما بينك وبين الشريك، والظروف أصبحت مناسبة للمصالحة أو للرجوع عن قرارات كيدية حصلت بينك وبين الشريك. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، خطوات مهنية جديدة بتحاكي حاجتك لإتمام هيدا الأمر بأسرع وقت، ومن باب السيطرة على الضغوط الحياتية اللي عم بتعاني منها بشكل واضح. عاطفيا، عم تزداد الأمور تعقيد أكثر ما بينك وبين الشريك،
ويبدو أنه استمرار الوضع على هذا النمط المتقلب ما رح يفيدك بتغيير الواقع الموجود بيناتكم لا بالشكل ولا بالمضمون. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. نضلكم بألف خير وباي باي.